السلام عليكم شباب، معاكم اخوكم احمد النشيد دراك لورد من ديفلز جيم وديفلز كوميونتي. في هاي الفيديو راح اراويكم تريك جديد اللي هو شلون شغل اغنيه امينيم اي وونت باك داون في خريطه 5 للزومبي في بلاك اوبس. تروح للتليفون الاول وتضغط صبه مربع اللي راح تشوفه في ريسبون. اول ما تطلع راح تشوفه محل اللي انا اراويكم الحين، اضغط صبه مربع. هاي الخطوه الاولى، هي ثلاث خطوات. بعدين تروح لمحل اللي لازم تشغل فيه الكهرباء، تضغط صوب مربع عقب ما تركب اللفت. يعني ديفلز كلام راضي يخليني اضرب مربع، ضربت مربع. وهاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، لازم نفتح الحبات اللي تحت كامل بعد ما نفتح الكهرباء، وعشان نسوي الاسلحة بجريد. اول ما تفتح الكهرباء كامل وتسوي الحبات كامل، خلينا اول شيء نسوي ديفلز كلام، اسوي لها ريفايف. تقوم اسف شباب بس بلا عيني، يعني تدخل هني محل اللي تسوي ابجريد وتشغل التلفون وراح تستمتعون بالاغنية. اتمنى ان الفيديو عجبكم والشرح كان واضح، واذا تبون تستفسرون او تبون اي شيء حطوا لي في الكومنتس. كان وياكم اخوكم احمد النشيد دراك لورد من ديفلز جيم وديفلز كوميونتي. مع السلامه. Die again, and again, and again, and again, and again. I am surrounded by rock here. Revive me! Yeah, complete! Attention. We are now in a death zone.